قول بديع معجز إحكامه وبيانه ولطائف الأسرار. عند استماعك لآيات الله ليكن شأنك الإنصات والتدبر والخشوع، فمن استمع للقرآن وأنصت فإنما يستمطر رحمة الله. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام القرطبي رحمه الله: إذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بنية صادقة على ما يحب الله، أفهمه كما يحب وجعل في قلبه نورا. قول بديع معجز إحكامه وبيانه ولطائف الأسرار.